الدورة التأسيسية الأربعون لمنتسبي المؤسسة الشرطية لبنة من لبنات بناء مؤسسة وطنية قوية متعافية قادرة على حماية المجتمع وتعزيز قيم الأمن وسيادة القانون وتنمية مختلف أشكال العدالة المجتمعية التي ركيزتها الإحساس والشعور بالأمن، ما يجعل من الشرطة الفلسطينية أحد أهم ركائز بناء المجتمع المدني. نحن اليوم بصدد تخريج هذا الفوج الجديد، وهم إن شاء الله حيكون إضافة مميزة للشرطة الفلسطينية بشكل خاص وأيضا للمؤسسة الأمنية بشكل عام. نحن حقيقة نتجه دائما حسب الرؤية وحسب تعليمات فخامة السيد الرئيس على أن نوفر الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني والعمل على إنفاذ القانون. بطبيعة الحال لما يكون عندنا دائما العدد المطلوب لذلك إن شاء الله حتكون الأمور بشكل أفضل نحو ترسيخ عملية يعني الطمأنينة لدى الناس وأيضا إثبات أنه بالفعل المؤسسة الأمنية بشكل عام والشرطة الفلسطينية موجودة لخدمة المواطن الفلسطيني. وتعمل قيادة الشرطة الفلسطينية بتوجيهات من قائدها اللواء يوسف الحلو على تطوير برامج التدريب ورفع الكفاءة المهنية في إطار رؤية شمولية لتوطين مناهج وبرامج التدريب الشرطي، بعد أن لاقت التجربة الفلسطينية في الجوار والإقليم والعالم تقديرا وإعجابا بتميزها وقدرتها على موائمة القدرات والإمكانيات المتاحة مع متطلبات حماية المجتمع رغم كل المعيقات. نحن اليوم حقيقة نخرج هذا الفوج الجديد بعدد 300 شرطي جديد، وهم إن شاء الله طبعا بعد تدريب يعني حقيقة استمر 3 شهور اليوم سيتم تخريجهم، وأيضا سيكونوا سندا قويا للشرطة الفلسطينية في المحافظات الفلسطينية وخاصة محافظة الخليل اللي احنا نسعى دائما إلى تثبيت الأمن والأمان فيها حتى نستطيع بالفعل أن نرشي دعائم الدولة وأيضا حتى يشعر المواطن الفلسطيني بالطمأنينة والأمن والأمان في كل يعني مفاصل حياته سواء كان في مسكنه أو في تنقلاته أو في رزقه أو في أملاكه. حفل التخريج شهد تنفيذ العديد من المهارات الميدانية الأساسية والمهام التخصصية التي تشكل ركيزة النجاح والتميز لرجل الشرطة الفلسطيني، والذي أصبح بأدائه واحترامه لقيم المجتمع صديقا للجميع. رغم قلة الإمكانيات ومحاولات الاحتلال تقويض دور الشرطة الفلسطينية والمؤسسة الأمنية، إلا أن الشرطة الفلسطينية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الحالة الأمنية مستقرة، ترجمة لقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين. فتحي برهمة، تلفزيون فلسطين، أريحة.